بص، السبع اوامر اللي هم عباره عن كوديفاي ميش. ايه هم الاوامر دي؟ الاوامر دي عباره عن مجموعه اوامر بتزود لي السيجمنتس بطريقه عشوائيه داخل الشيء، سواء كان 2 دي او 3 دي. هم كانوا سبعه: كوديفاي ميش، سيليت، سب ديفايد اللي هو مش سموث، سب ديفايد ومش سموث وتربو سموث، وكان في سموث اللي هي بتروح تخلي الاوبجكت بتاعي ناعم بس من غير ما تزود لي سيجمنتس. واخر حاجه قفلنا بيها اللي هي اسمها جارمنت ميكر. جارمنت ميك، خدت بالك؟ طيب ايه رايك نلبسهم؟ الناس لسه ساكته، ايه رايك نلبسهم الامتحان؟ يعني حرام والله، واخدين كلنا هون. يا سلام. طب حد يعني فاتحه على طول على طول صاروخ. والله لسه داخله. ايه الاخبار؟ حد طب طلع اسئله ولا حد عنده مشكله؟ تسلم ايديكم اولا على الشغل، اذا كنت في سريكم انا وهاني يعني مش عارف انتوا سمعتوا الكلام ده ولا لا، بس يا تسلم ايديكم. في اخطاء في اخطاء، بس احنا لسه بنتعلم يعني، فاهم؟ دي حاجه طبيعيه. يلا بس احنا متاخرين في الشغل شويه يعني، بس بجد غصب عننا يعني. انا عارف ومتاكد ان انا لسه كنت بقول لها ولا واحد فيكم بيقصر يعني، كل واحد على حسب وقته وعلى حسب مجهوده بيجتهد اقصى جهده بصراحه. شكرا جدا. ولا قلت لك كمان حد حضرتك مشجعنا والله ان احنا نشتغل بجد. لا والله بجد انا فعلا يا ريت كنت اشوفكم حتى فيس تو فيس كده يعني فعلا. انا مبسوط ان اديتكم الكورس بصراحه، ناس شاطرين ومجتهدين ما شاء الله عليكم بصراحه يعني. مبسوطين والله. طب عشان كده، عشان الكلام ده انا هديكم بقى كمان امتحان زياده النهارده. شكرا. طيب قبل بس ما نخش في حاجه جديده النهارده، وعندنا شويه حاجات رفيعه كده هنا حلوه، في حد عنده سؤال؟ في حد عنده مشكله؟ المسجد قلقكم في حاجه؟ عمل حاجه؟ انا عندي سؤال. قول انا مستني. يلا. اللي هي الصوره بتاعت السلالم، كان في حته فيها اكنها محفوره لجوه او كيرفت لجوه. بص احنا في عندنا حاجتين، حته الحفر بتاع السلالم دي اللي هي موجوده جنب تحت السلم الجهه اليمين. بصرف النظر اي مكان الشكل المحفور، فانت عندك حاجه من الاثنين ملهاش تاني. اولا انت عندك الشيب اهو، ودي حاجه صعبه انا شخصيا ما بعملهاش، ان انت ممكن تجيبي الشيبس وتقسيه وتطرحي ده من ده، بس الموضوع صعب قوي ورخم، وبالذات كمان لو في كتل عندك كتير او عرانيس. انت عماره صح؟ او حتى لو عرانيس خارجيه، ايه اللي هي الايه اللي بتبقى في الوجه، امسك دي وامسك حته حته ان شاء الله ما اتعملت يعني. انا يعني اؤمر كده واجي اقول له هنا بيك، واروح واخد ستارت بيكنج اهي، واروح واخد الشكل، يروح حافل لي الشكل ايه بقيمه الحفر، سواء كان ريديس صغير ريديس كبير اي مكان. حلو. انا بقى بوفر الكلام ده بحاجه جوه الماتيريال، في عندي وظيفه بتعمل اللي هي البارز والغائر. بتروح فين؟ لا مع حضرتك. طيب اصل انت عندك هدوء قوي، فانا حسيت ان الدنيا اتفصلت يعني. لا لا بس خدت بالك؟ فعندي اللي هي البارز والغير، في عندي حاجه اسمها بامب، في عندي حاجه اسمها ديسبليس، والكلام ده هناخده ايه في الماتيريال تفصيليا يعني. دي حاجه خدت بالك؟ في حاجه احنا لسه ما خدناهاش ودي هتبقى النهارده، اللي هي حته ايديت بولي. لو انا حبيت احفر حته معينه، مش فاهم يعني ايه تحفر حته معينه، يعني مثلا لو انت عندك شيب زي ده لسه، بس اللي انا بقوله ده مش شرح يعني، لما نيجي نبدا ونخلص اسئلتكم تمام نبتدي ايه نشرح. ده شيب مثلا، وعايز اروح هنا هروح ازود سيجمنتس في الايه؟ في العرض بتاع الشكل، وهاجي ادوس على اللي هي اف 4 عشان الشكل يبقى ظاهر عندي كده. انتوا تقسيم السيجمنتس طبعا ده خطا اللي انا بعمله، بزود سيجمنتس في كل الاجزاء، هناخد احنا نزود في حتت معينه. ايوه انت تقصد ايه يعني؟ لما تيجي عندك هنا الايديت بولي، وبقول لك ده مش شرح خلاص؟ فانا هاجي اخد ايديت بولي واجي احدد البوليجون اللي انا عايزه، يعني مثلا امسك ده كنترول وامسك ده، واحد بالطول واحد بالعرض، يعني اي مكان الفكره انت عايزاه. وعندي هنا اكسترود، او اجي هنا من السيتنجز اللي هي البارز والغائر، يعني ممكن اخليها بالبلس وممكن اخليها بالماينس، مش عارف شايفاها ولا لا. شايفاها. ودي اسهل بكتير. ده الكلام ده لو انا عايز اعمل العرنوس فعليا كده ايه قدام عيني، واخرج من الامر واخرج بره خالص، بره ايديت بولي اهي، واشيل حتى الاف 4 حاجه. فهمت. بس لو حاجه مثلا زي اللي هي الريلينج بتاع السلم كان محفور عليها بس متعوجه، ما ترسمي الشيب ونعملها متعوجه، او اديله صوره في الماتيريال متعوجه وابتدي ان انا احفرها من عليه. اوكي يعني دي حاجه احنا لسه ما خدناهاش.
خدناها كموديلنج ودي صعبه وما بتستخدمش او هناخدها كماتيريال ديك البارز والغير. انا اعتقد عملت لكم حاله حاجه فور اكزامبل كده ساعه اللي هو الشيب اللي هو عامل زي البقره ده البقره اللي هي اللي هو فيه البابلز. ايوه ايوه شفتوها ولا اللي هي الازاز؟ ايوه زي دي كده بس دي لما هنيجي ناخدها بقى في الماتيريال ان شاء الله. اوكي ان شاء الله. ايه تاني؟ انا كده المسجد قابلكم فيه حاجه؟ انتوا شكلكم ما حطيتوش ايديكم في المسجد مش كلكم يعني. انا عندي سؤال. انا مش عارفه ابداه منين. حاول بص المسجد انا مديك البلان بتاعه حلو؟ عايزه تبداي من جوه المبنى نفسه وعايزه تبتدي من السور نفسه وزي ما تحب. الموضوع كبير. هو كبير بس انتوا خدتوا وقت بزياده. منين يعني؟ مش عارف. بصي هو انا كمان مش عارفه برضه ابدا منين. ما انا هقول لك هي تعتبر لها يونتس متكرره. يعني انت لو عملتي يونت واحده هتلاقيها يمين وشمال زي بعضها. بس ما اصل خدي بالك في حاجه، سواء انت هتنزلي مكتب او هتنزلي الشركه او هتفتحي مكتب، فانت هي الفكره كلها ان انت هيقابلك ديزاينات كتير. الشغل ده بتاع هانيا. خدتي بالك؟ معايا ولا فصلت؟ مع حضرتك. فهي بقى عايزه يعني مش هتبقى فيها مشكله ان ابدا السور بس. البلان بتاع الصور معاكي وشكله والبرسبكتيف من كذا زاويه. لا مش عايز ابدا الصور دلوقتي، انا هخليه في اخر حاجه. ممكن تبتدي بعمود من ده، خدتي بالك؟ ممكن ابتدي بالمشربيات اللي موجوده من جوه. اصل انت خلي بالك هي يونت واحده وهكررها يمين وهكررها شمال ولا اي حاجه. دي اسهل شخصيه من الفيلا كمان. انا حسيتها الصراحه احلى. هي المشقبيه الصغننه دي بتعمل ازاي طيب؟ دي عملتها على الجريد، عملناها 2 دي الاول، ودي ثم بعد كده عملنا اللاين اللي احنا عملناه ريندرنج انيبل ان ريندر وانيبل فيو بورت وديت فيها سيكنس عشان تاخد مني حجم زيرو وان هي مكرره. طب العمود خلي بالك انا بتكلم في عمود واحد ان هو يمين زي شمال. نعم عملته لوفت بس صعب قوي. لوفت مش صعب، هو هيكلفك سيجمنتس كتير ففيرتكس كتير. انا عملت تيبل، اخترته شيب وعملت الشيب اللي في الاخر يعني حركته بس شمال فظبط. ماشي بصي كده، انت لو انت عندك سيجمنت اهي، هو اللي انت عملتيه صعب طبعا صح. انا هنا رحت زودت سيجمنت، ممكن نخليها مثلا 10 في 10 في 10 مثلا. وتخيلي انت ممكن تستخدمي حاجه كمان غير تيبر، انت ممكن تاخدي هنا الاف اف دي لو فاكره. واجي هنا للكنترول بوينت وابقى ابتدي ان انا امسك مثلا نقطه معينه او نقطتين وابتدي اجي هنا بامر سكيل واروح جاي مسكلك. ثم اجي هنا. لا ما انا عملت كده في الاول بس لقيت في الصوره ان اللي هو يعني هو مش داخل لجوه من فوق، هو كله مزوق لبره، عشان كده عملته لوفت وزقيت الشيب لبره. بص كده ممكن امسك البوينتس دي كده اهي وخلي بالك الكيرف اللي هو اللي موجود اللي هو الشكل ده اللي هو الكيرف ده لو جيتي خدتي منه كوبي تاني هيجيب لك اللي هو الايه فرق اللي هي الارش اللي موجود في النص اللي هو ده. انتوا معايا ولا فين؟ حضرتك يبقى انا كده ممكن معايا لوف زي ما قالت هاني وممكن يكون معايا تيبر او ممكن اس اس دي، انهي واحد يقربني لشكل الديزاين نفسه ولا تمام؟ انا عملته تيبر. بص الشكل اللي انا اديتكم الشكل صح؟ يعني اديتكم الصوره بتاعت بتفاصيلها صح؟ دي فيلا. طب ايه تاني قبل ما اجيب الصور؟ انا الشباك اللي هم مش الشباك اللي هي السيجمنت اللي احنا كنا بنتكلم عليه المربعات دي اخدت بقى منها شيفت وكوبي واحده ثانيه عشان خاطر اعمل لها اللي هو البتاع بتاعها من ورا. ايه اللي ميرور؟ لا انا خلاص خلصتها كلها. عملتها الناحيتين. ماشي مش هي في وراها حاجه، هي مقفوله مش ما مش مفتوحه. هو كنت بتكلمي على اللي جوه ولا انت بتكلمي على الشباك نفسه؟ لا حضرتك شايف خلاص احنا عملنا الشباك، يعني مش حته اللي هي الحته بتاعت الازاز. لا مش دي اللي احنا كنا بنتكلم فيها اللي هي دي. انا بقى جيت خدت منها نسخه ومسحت السيجمنت اللي جوه بتاعتي وعشان اعمل لها اكسترود بقى عشان تبقى ورا. تبقى ورا ازاي؟ يعني هي مش مفرغه.
لا ومين قال انها مفرغه؟ ايوه ماشي، ما هو مش عشان انا اقفلها من جوه هاخد نسخه وهعملها اكسترود. قصدك الشيب من جوه نفسه. انا قصدي الشيب من جوه نفسه، بس انا ما رضاش تعمل، يعني اول ما جيت اعمل اكسترود من نفس النسخه بتاعتي ما رضيتش. ليه؟ بتعمل لي سيكنس بس اللي بره. هو انا مش فاهم بصراحه، مش عارف نتكلم عن العمود. انت عملتيه ايه؟ طب لوفت ولا عملتيه ايه؟ طب الاول لا انا عملت العمود تيبر، انا مش بقيم على العمود. ما حضرتك شايف القايمه على دي اللي هي مجموعة مربعات، انت رحت عملت لها انيبل ريندر صح؟ طيب خلاص تمام. وعمل دي انت تتكلمي على الفوارغ من جوه دي؟ ايوه انا بقى خدت منها كوبي وعملت لها اكسترود. لا مش هتنفع طبعا. ما ما رضيتش، مش فاهمه ليه. طبعا عشان ده لاين، واللاين ما تعملوش اكسترود. انت عايزه تعملي التغطيه دي مقفوله صح؟ انت هتاخدي الشيب من بره او اللاين فقط، كانك انت تاخدي نسخه ازاز فقط. انت معايا ولا فين؟ يعني انت هنا اهو، يعني انت هتعملي اللاين ده اكسترود. مش هينفع طبعا ان هو اللاين ده، احنا يا دوبك احنا عملناه انيبل ريندر عشان يديني ثيكنس قدامي فقط وانا بعمل ريندر، لكن انت تيجي تديله اكسترود فعلي مش هيرضى. انا فهمت بس اكسترود قصدي كده. ما انت عايزه تعملي التفريغ ده. ايوه عايزه اعمل الفراغ ده. هيتعمل ازاي؟ لازم يكون معاكي الاوتلاين بتاع الشيء كله، الاوتلاين خارجي فقط، ثم تعملوا اكسترود. مش هتحتاجي كل التربيعات اللي جوه دي خالص. ماشي. لا فهمت. سوري والله فهمت يعني. ماشي. لا سوري ايه؟ انت مفيش حاجه. هو ايه اللي حصل؟ طب انت بعتها لي فين طيب؟ لا انا لسه ما بعتهاش. فاضل لي فيها حته. فاضل لي فيها حته صغيره. طيب حاجه طلعت يعني، انت بين دي حاجه طلعت عشان ماشي. تمام ماشي، هبعت دلوقتي اللي انا عملتها بس انا لسه مخلص. مش مشكله، اي اعملي برنت سكرين حتى عشان اشوف بس. ماشي. ما حدش فكر في دي يعني. البوز ده المسحوم. اني؟ اني واحد؟ اللي هو البوز اللي فوق. ده. مش فاكره عملته ايه، بس تقريبا حركت الفيرتكس لبره. بس خدي بالك. طب اقول لك حاجه، ما حدش فكر فيها في امر لوفت. لوفت؟ ايه ده؟ ازاي ده؟ يعني انت لو رحتي عملتي هنا اهو سيكشن. ومعايا اختها يعني، انا جيت خدت هنا شفت كده، رحت عامل دي كده، وحاجه اروح جاي مصغر دي كده. اهم حاجه عشان ما يبقاش على الناحيتين ان انا انقل البيفوت. يعني ايه على الناحيتين؟ انا بتكلم على الكيرف، ما يبقاش من الناحيتين كده. ثم طبعا السناب لازم تكون شغاله، يعني حاجه هنا تروح جاي واخد دي كده، وادي له هنا ريديوس بتاعي زي ما انا عايز. وهمذاكر ايه خطوات لوف كومباوند اوبجكت لو جيت شيب، وهاخد الصغير وهاجي هنا اهو كده عند هي طبعا كده بالنسبه عند 100% جيت شيب، واروح واخد الكبير. يبقى انت طلعت نص الشكل. شايفه؟ ايه ده؟ طب مش زيه. لا معلش، انت ممكن تيجي هنا اهو مثلا عند 75% جيت شيب، واخد الصغير تاني براحتك بقى. مش فاهمه؟ يعني اقصد انت ممكن تبتدي تظبطي ده على حسب ما انت حابه. في مكان وشيء يعني، اي زي ما انت عايزه. بصي انا عايزه يبقى من ابتدى من هنا، لا بدا من هنا. طب انت خلصت ده كده، بعد ما خلصتيها تعالي هنا خدي ميرور اهي كوبي. وصلت؟ وصلت؟ وصلت. تمام يا فنانين. ايه تاني؟ عندي بالصوره طبعا الحلايا والحاجات دي كلها، دي مشكله ان انت تروح ترسم. ففي عندنا حل، كذا حل يعني. ممكن افتح برنامج الاستريتور زي ما قلت لكم قبل كده في الاول، هفتح لكم برنامج الاستريتور واحول لكم اي صوره عباره عن فيكتور واحفظها دي دبليو جي، ثم ادخلها على الماكس واعملها اكسترود. بس ده برضك بيحملني فيرتكس كتير. ففيها حل في الماتيريال، ممكن ادخلها في الماتيريال وتبقى في الشكل ده كده، وادي لها البارز والغائر. لسه كنت بتكلم شويه في الموضوع. بس ده اسهل من الفيلا، لان انت يا دوبك هتكرري يمين وشمال لاقصى. اسهل بكتير قوي من الفيلا يعني. دي حقيقة. طب تاخد سؤال؟ ماشي. بالمرة شيء بالشيء يذكر يعني. لو انا حبيت اعمل ستارة اعملها ازاي؟ ستارة؟
يبقى في حاجه زي النويز والحاجات اللي احنا استخدمناها دي بتعمل حلو. بس هكلفك قد ايه؟ يعني انت لو عندك هنا إيه؟ كده بقولك هكلفك قد ايه؟ يعني انت لو عندك هنا اوبجكت زي ده كده بوكس اهو، انت مضطره عشان دي ستاره. طب ما هقول لك حاجه ثانيه، انا نجيبها بوكس زي ما اجيب فين اهو، واروح اعمل دي كده اهي، خدت بالك؟ واجي ازود له هنا السيجمنت. انت مضطره على فكره. ليه؟ لان انت عندك من ضمن الاوامر الموجوده هتلاقي في عندك هنا امر اسمه ويف. فين ويف؟ مش عارف حد شايفه ولا لا. واجي ازود هنا الكيرف اللي هو بتاع الايد ويف. شايف حاجه؟ الويف لينث اهي. واروح اعملها هنا روتيت. عشان هنحتاجها في الانتيريور من جوه. بس دي كلفتك قد ايه؟ كلفتني سيجمنتس يا نهار اسود. سيجمنتس كام؟ 10,000 كتير قوي. بس امر ويف بيعمل الكلام ده. في بديل؟ في بديل. بص احنا هنشتغل 2 دي، هتشتغل ازاي 2 دي؟ يعني هاجي هنا لللاين، وهاجي هنا بالسناب، وهاجي اخد هنا جريد بوينتس وفيرتكس اللي هي شبكه الارض، وهرسم بس واحده كده. ايوه انت تقصد ايه؟ انت لما تيجي ترسم واحده هتيجي هنا كده، وهاجي هنا شفت واخد وكرر ثم ايه الخطوات اللي احنا كنا بنعملها؟ بعمل هنا اتاتش واروح واخد الكل. طبعا انت الكلام ده اكيد مش هتعمله كل مره، انا قلت للناس قبل كده ان انت بتعمل مكتبه لنفسك ويا دوبك بتخش تجيب الحاجه اللي انت محتاجها مع كتر الشغل. حاجه اعملها هنا ويل، ثم لو حابه تعملي تفتيته ليها او فلت. خلي بالك انت كام فيرتكس دلوقتي؟ انت رحت فين؟ بس يعني هي زيرو؟ هي زيرو فعلا؟ زيرو. انتوا بس يعني ايه طيب؟ مش عارفه. قولي عايزه ايه؟ انت عايزه خطواتها كتير يعني؟ لا مش خطواتها كتير ولا حاجه. طب قول طبعا انا كنت متوقع ان هيبقى نفس العدد يعني او كده بتاع الفيرتكس، ومش متخيله ازاي زيرو. لا ده انت اصبري بقى، خدي المفاجاه يعني. انت عندك ده الشيب اهو، انا جيت هنا اهو كده ورحت انا عامل دي كده كذا نسخه. ايوه ثم يعني طبعا ممكن تبقى كتير ممكن تبقى قليله. هتعملي هنا اتاتش وتروحي انت واخده مجموعه العناصر دي. انت كل ده كام فيرتكس؟ زيرو. ولا حاجه. بس دي خد بالك بردك ازاي زيرو بس؟ ما انت كل ده لاين. بس خد بالك بردك مش زي ما انت، دي مش زي ما انت قلت لنا كده اللي هي ايه الستار، مش نفس الشبه. في عندك هنا امر في المستخبي اسمه ايه؟ كروس سكشن اهو. واختار دي ثم اختار دي ثم اختار دي ثم اختار دي. حد شايف حاجه؟ الله. هي دي تنفعني في ايه؟ يعني كده حاليا تنفعني بايه؟ لو انت رحت قلت له هنا انيبل ريندر او فيو 4 تغطيات ممكن بيرجولا او حاجه. طيب تعالي هنا اهو كده شيلي دولت، وتعالي هنا من موديفاي وعايزه ستار ستار، هاتي امر اسمه سيرفس. هتشايفه؟ عمل ايه؟ عمل الستاره. حجمها كام فيرتكس بقى؟ 120 من 10,000 وشوية؟ 10,000 وصلت؟ وصلت؟ هو انتوا النهارده مالكم هاديين ليه كده؟ لا ناخد امتحان، ناخد امتحان. احنا مركزين بقى صح شوية بس مش أكتر. أنا قلت لك يا رانيا من الأول ناخد امتحان، أنت قلت لي لا. لا ما ناخدهمش قوي كده. إيه؟ ما ناخدهمش قوي كده. بس ناخد حاجة بسيطة كده تعمل في 5 دقايق. ديل؟ ايه؟ ديل؟ لا انا ما اتفقتش. ايه هو احنا المفروض نعمل ده؟ ما انت كله مش حاسس ان هو كله مش مصحصح كده، كله الدنيا هاديه. دي حقيقه احنا نايمين النهارده شويه. صح؟ انا حاسس والله. لا انا عيب لما احس بحاجه. نعم؟ صحيح. خلاص نديهم حاجه اسهل يا غنيه خالص. اسهل يعني حاجه كده في اللذيذ يعني. ماشي. ده عشان خاطرك انت بس.
ربنا يخليك. لا انا بقول نرجع للاولاني. خلاص 30 دقيقه واستلم ديل. 30 لا مش ديل أكيد. اظن هم فاقوا يعني اعتقد انا حسيت حسيت انا هم فاقوا خلاص. طيب فكده انا كده في عندي كام حاجه. اولا امر ويف بيعمل لي نفس الايفكت بس هو المشكله فيها كلها ان انا بزود سيجما. طب شكرا. ايه البديل؟ فانا عندي امر كروس سكشن من جوه 2 دي ممكن اعمل بيها الاشكال اللي انا عايزها ويديني نفس الايفكت. وصلت؟ وصلت. حد يعرف يعملها تجربها؟ اوه خلي بالك دي تنفعك في التغطيات اللي هي التغطيه اللي هي البلاستيك او الاكريليك. نجربها دلوقتي. يلا اول عملها لكم تاني تحبوا؟ لا تمام جربوا. صح جربوا ورجعوا. يلا ظبطت؟ الدنيا ظبطت معانا؟ تمام. خلاص كده؟ دايما انتوا بتدوروا تدوروا ايه انهي الاوفر اللي هو يوفر لي في عدد السجن. خلاص كده؟ طيب بص بقى في جزئيه او في كذا منهج احنا خدناه اللي هو ان انا ازاي اروح ادخل بلان عندي من كان عندي على 3 دي ماكس لو حد فاكر فايل امبورت امبورت صح؟ وكان في مجموعه شروط ان انا ادخل بلان متفتح واقفله جوه الماكس او مقفول وافتحه جوه الماكس بالبروبوليان لو حد فاكر. قصدي حضرتك ان احنا ناخده من كاد؟ طبعا مش احنا خدنا وجبنا بلان كاد ودخلناه جوه الماكس بس كان في مجموعه شروط انا مليتها لكم صح؟ ايوه. بلان يكون معمول باوندري ويكون متقفل ولما اجي افتح ابواب او شبابيك عندي من جوه 3 دي ماكس فانا هروح اعمل بروبوليان وافتحه. بس انا هتفضل عندي منهج احنا لسه ما خدناهوش اللي هو ايه؟ لو البلان عندك متفتح انت جايباه من الكاد مفتوح وجيتي هنا جوه الماكس وعملت له هنا اكسترود. ايوه ايه اللي حصل يعني لما جيت عملت له اكسترود؟ لما انت جيتي رفعتي ففتحت الباب من الارض للسقف. طب انا هقفله ازاي؟ يعني مثلا انا عندي هنا اهو كده شيء ده كانه مثلا ايه ده كانه بلان انا جايبه من الكاد.
دبل لاين وده مقفول. فانت لما تيجي تعمله اكسترود خلاص دي محلوله، هعمل بروبوليان وخلاص. لكن لو هو مفتوح، يعني ايه مفتوح؟ يعني هاجي من هنا كده وهعمل الشيب ده كده، واجي هنا من موديفاي واروح اعمله ترمات. ده الكلام ده المفروض يكون هو متصنع جوه الكاد كده. حاجه اخش كده واخش هنا على اس بي لاين واروح جاي اعمله هنا ترم، واروح جاي اعمل دي كده اهي، وما انساش اروح جاي اعمله هنا ويل كنترول اي ويل. ده اللي انا جايبه من تحت. المفروض عندك بقى لما هتيجي تعمله هنا اكسترود كده، واجي اعمل هنا اكسترود اهي وارفع دي كده، هقفل قيمة الكاميرا دي ازاي؟ ببريدج كده. خدناها دردشه اللي هي موضوع بريدج ازاي؟ انا هاجي هنا اهو هدوس على اف 4 عشان السيجمنت تبقى باينه، وحاجه هنا اهو هزود السيجمنت وده غلط. ثم حاجه هنا من موديفاي واجي اقول له هنا ايديت بولي اهي، عشان اجي من جوه ايديت بولي اهي واخد من هنا بوليجون اهو وامسك البوليجون الفلاني. حتى ساعتها حد منكم قال لي شعرفني دي هتبقى 30 سم، اقول لك ارتفاع الدور 3 متر وتقسمها على عدد السيجمنتس هيديك قيمه الايه؟ الكاميرا نفسها. انا دوست كنترول ومسكت الاثنين دول، وهاجي من ضمن الاوامر هنا اهو واجي اقول له هنا اهو بريدج فين بريدج. هتشوف حاجه؟ ايوه. بحيث ان انا لو جيت فصلت وشلت الاف 4 مفيش اي توصيل ولا اي حاجه خالص، هي عباره عن كتله من نفس الكتله بالظبط. بس انا عندي هنا في مصيبه حصلت اللي هي ايه؟ انت رحت زودت لي السيجمنت في كل الاماكن اللي انا مش محتاج فيها سيجمنت. انت معايا؟ فكان ايه هو الحل؟ انا هلغي ايديت بولي، ودي الحاجه بقى المهمه او الزتونه المهمه. وجوه اكسترود، وفي حد منكم بيكتب صح؟ عشان طب قولي قولي استنى عشان مفيش حاجه تعديك لو حابه يعني. خلاص؟ تمام. طيب. طب انا هعمل ايه بقى؟ واحده واحده، ودي ممكن اعيدها 100 مره ولا في مشكله، بس اهم حاجه عاودني كوينك معايا. انا عايز اروح ازود سيجمنت في الحته دي بس، الحته دي اللي هي مسماها ايه عندنا؟ البوليجون ده بس. طب انا هعمل ايه؟ هتيجي هنا وتاخدي هنا ايديت بولي. ثم هتيجي من جوه ايديت بولي وهاخد مين؟ ايد. حلو، وهاجي ادوس كنترول واختار ده واختار ده. انا كده مسكت الاثنين دولت. حاجة شقلب الناحية التانية كده اهي، وهاجي هاخد ده وهاخد ده. ايوه، ايه الافادة بقى من اللي انت خدتهم دول؟ انت كده هتيجي تقول له لو سمحت، طب هو امر اللي هو زيادة السيجمنت فين؟ امر اسمه ايه؟ انتوا فين يا جماعة؟ كونكت كونكت. لا خلي اي حد يخلي بس المايك مفتوح عشان يبقى فيه هيصة، احس ان الدنيا فيه انتوا لسه معايا يعني. عشان كل شويه ما اسالكوش بس ليه قطع. المشكله ان الشارع صوته صعب قوي. بس طب اي حد يفتح بس المايك هيبقى حاسه معايا. انا فاتحه حضرتك كده. اوكي، فانا هاجي بدل كونكت حاجه ادوس على المربع اللي هو بتاع السيتنجز ده. الشاشه الصغننه دي بتقول لك انت حضرتك عايزه كام سيجمنتس او حد شايف حاجه بتزيد؟ بيزودها في اللي انا حددتهم بس. هيبقى في الفيس بس. الله ينور عليك. يبقى انا كده وفرت في ايه؟ في عدد السيجمنتس اللي موجوده في كل شيء. طب بعد ما خلصتي على طبعا انا ممكن اروح اعيد توزيع السيجمنتس اهي، طبعا الكلام ده بالمقاسات. ثم حاجه هنا بوليجون واروح جاي ماسك دي، ثم كنترول واختار العدد لو شباك اهو اختار كل دول، وحاجه بالاوربت اقلب الناحيه الثانيه اهي، وحاجه اختار دي وبنفس القصه هختار كله واجي اقول له هنا لو سمحت اعمل لي بريدج مره. وصلت؟ طب تاني وصلت. هاخد الايدج ده. طب دي واحده بس، انت عمال تقول ان انا همسك ده. طب انا شعرفني ان السيجمنتس اللي هتزيد طول ولا عرض؟ الايدج اللي انت هتختاريها انت حابه طوليه ولا عرضيه؟ على حسب. طب بلاش، اللي انت حابه تزوديها طوليه ولا عرضيه؟ مثلا عرضيه. عرضيه، يبقى انت هتمسك الطوليه هي دي. يعني انت هتمسكي معكوس اللي انت عايزاه. ثم اجي هنا اقول له كونكت. وصلت؟ وصلت. ولو حابه تيجي تعملي مثلا هنا اكسترود، طبعا ممكن هنا بايديكي مانيوال او حتى بالمقاسات. تمام. اندو حاجه هنا كده، ادي بوليجون اهو، وهمسك صاحبنا الصغنن اللي تحت واروح عامل كده. الله.
بص فيها هتلاقي عندك هنا بيفل. ايه هو البيفل؟ البيفل ده عامل زي اكسترود، بيطلع ويسحب يديك شكل الدوم او الهرم اللي هو في اول فيلا لو حد فاكره. ده كده ايه على طول في خطوه واحده. هتشايف تاني الناحيه الثانيه اهي. هاجي همسك السيجمنتس اهي، ادي هنا الادج وهكنترول وامسك. انت ممكن تخلصي فيلا بالكامل بايد الفولت. همسك هنا بوليجون اهو، همسك هنا السيجمنت الفلانيه او البوليجون الفلاني ده، كنترول واختار التاني ده، وهاجي اقول له هنا معلش اديني اكسترود بالمقاس اهي، واكتب له هنا القيمه اهي. هتشايفها؟ وتزودي سيجمنت وتعملي بريدج ما بينهم وهكذا. وصلت؟ وصلت. وصلت؟ وصلت. سهله ولا تحبوا عيدها تاني من الاول؟ ايه رايكم؟ تحبوا ايه؟ ممكن نعيدها ونبقى مع حضرتك تاني. تعالي نلغي هنا ايديت بولي خالص، ما عنديش الا البلان اللي هو ده اللي معمول اكسبرت. طب ايه رايكم حد يمليني وبالخطوه يبقى منكم تكتبوا ومنكم تسترجعوا معايا الخطوات؟ ماشي. نلبس مين يا هني؟ مين ساكت؟ لحضرتك تحبه. ماشي، انا بحبكم كلكم بصراحه. مين ساكت معانا؟ ولا خليها تطوعي بدل ما البس حد؟ حضرتك وانا هبقى معايا، وانا هبقى معايا طبعا. هبقى معاكم. يا نهار ابيض، ده ولا واحد؟ تمام، انا ممكن اتطوع. طب يلا اتطوع. مين؟ انا ريوان. طيب يلا ريوان، هنعمل اول اديت بولي وبعدين. طب ايه هو الهدف؟ ان انا اروح ازود سيجمنت، ازود السيجمنت مكان معين. طب بس ما تنسيش يا ريوان تعملي ايه، تدوسي على اف 4 عشان السيجمنت تظهر قدامك، ما دي مصلحه، خدتي بالك؟ ورقم 7 عشان العداد اللي موجود. طب تمام، فهاجي هنا من موديفاي واجي اقول له هنا اديت بولي. طب شكرا. ثم اروح للادج اهي، واجي امسك الادجز اللي هي اللي موجود اللي هي فين اهي، امسك ده كنترول وهختار ده. خلي بالك عشان في بعض الناس بتنسى وتاخد شيفت. لا شيفت لا، خلاص حاجه الناحيه الثانيه. كنترول وهختار ده وهختار ده. بعدين اعمل كونكت. ممكن ادوس هنا اهو، او ممكن ادوس على السيتنجز. السيتنجز بس الافاده بتاعتها بتديك الويندوز صغننه اللي بتعرفني العدد. العدد ده شايفه؟ ثم هروح للبوليجون وامسك الحاجات اللي عندها فيسز كنترول ثانيه اهي، كنترول وامسك دي واجي اعمله هنا بيج. وصلت؟ تمام. حد يعرف يعملها؟ دي في منتهى الاهميه قوي. دكتور هو انا بعرف الفيرتكس والبولي دي اشغلها عندي ازاي؟ عشان عندي مش اربعه رقم 7. مش انت قصدك على الاعداد ولا قصدك على السيجمنتس؟ الاعداد رقم 7، الشرط اللي هي المهمه. اللي هي بقى اظهار السيجمنت دي اللي هي اف 4، ودي وخلي بالك لو انت عندك لابتوب هتبقى احيانا بتبقى فانكشن اف 4 اللي هي اف ان اف 4. اوكي خلاص. تحبوا اعدها لكم تاني؟ ايه رايكم؟ لا تمام، نجرب. يلا اعملوها وارجعوا. هتخرجوا تاني بس هتعذبوا شويه. ماشي. خلصتوا؟ دكتور هو انا خلصته، بس كان عندي سؤال في حاجه. كنت قبل كده يعني قبل كده كنا بنشتغل ب 3 دي ماكس بادت بولي، ساعات كنا نعمل ادت بولي نقول دوس على الامر ده يعني يختفي الشيب خالص. ده سوى الشيب ايه؟ ايا كان الشيب اللي انا عاملاه يعني يختفي. ساعات كان دي مشكله بتظهر، ف هي ما ظهرتش دلوقتي. لما كنا بنرسم الاس بي لاين وبعدين نيجي نعمل كونفرت او حاجه، كان الاس بي لاين ده بيختفي خالص. طبعا ده دي مصيبه اوعي تعمليها.
بص كان في فرق كان في فرق ما بين حاجتين، ان انا اجي هنا الاوبجكت واجي هنا موديفاي واجي اقول له لو سمحت اديني هنا اديت بولي مش يعني، طب انا مش شايف، وهاجي هنا اف 4 وابتدي ان انا مثلا همسك البوينت اللي هي الفلانيه كده، لو حد فاكر اللي هي 57 كده مثلا، واجي هنا اهو كده اروح جاي عاملها هنا اكسترود او هعملها بيفل، البيفل ده هغطسها كده جوه وادي لها قيمه شكل الشباك حتى هي كده بالظبط يعني. كده او يمكن اقل كمان. المهم انت كده طلبت ايديت بولي بعد ايه؟ بعد السفير صح؟ صح؟ طب انت ايديت مش بقى واف اف دي وعملت اللي انا عملته، لو جيت هنا وكده وكليك يمين وقلت له هنا كونفرت تو اديتابل بولي، الهيستوري هنا ده راح ما ينفعش ترجعي فيه، وده احنا احيانا بنعمله لما تحب ان انت تسلمي الفايل عشان ما حدش يبقى عارف تاريخ اللي ايه الهيستوري اللي انت عملته. وصلت؟ عشان كده كان بيختفي يعني؟ طبعا. فانت شخصيا لنفسك انت هاتي اديت بولي من فوق من هنا عشان حتى يعني اسهل حاجه لو عايزه تلغيه بكده عايز تعملي اندو بيرجع. وصلت؟ وصلت، شكرا. تتعمل ازاي دي بقى؟ ينفع تتعمل ببيبل؟ ها؟ ينفع ببيبل؟ بيبل؟ او وامسك واحدة واحدة؟ ليه؟ ان شاء الله هتعمل فتاخد فيها كام؟ همسك انت لو تاخدي فيها امتياز تعيني معيدة. همسكها واحدة واحدة ان شاء الله ما اتعملت. مفيش سلكشن؟ لا سلكت البوليجن بيسز اللي هي ورا بعض دي. طب هل تمشي يبقى ري؟ تمشي؟ خلي بالك ده شكل غير منتظم. هي مش سفير، مش هو ماشي على سفير؟ وعلى السفير بس ما هوش منتظم، ده زجزاج. شايفها؟ عصر دماغ. هي ممكن تتعمل بأري بس على فات. أري بس على فات يعني انت هتروح تعملي دايرة هو اللاين سبيسنج دايرة، يعني اعمل دايرة ولا كذا دايرة؟ لا كذا دايره ولفين حوالين السفير. كذا دايره وحواليها سفير جواها السفير يعني الدايره حواليها، ويبقى هي نعمل اللاين الباث دوت ونحط عليها الكونز ديت. هتنفع؟ مش عارف. هو في الاديت حاجه اسمها اكسترود الونج اس بي لاين، فممكن تبقى حاجه كده. هتنفع برضك دي؟ مش عارف. اوكي. ما فيش حاجه من الحاجات اللي احنا خدناها؟ ايوه. طب من الاخر بقى احنا زهقنا، طب احنا هنستفيد بيها في ايه اصلا في شغلنا؟ اصل القصه كلها انت عندك هنا ده شيء وده شيء، اي مكان ده واي مكان ده شكل. حلو؟ تمام. في عندك هنا جوه كومباوند اوبجكت، في عندك هنا امر اسمه ايه؟ سكاتر. هتيجي تقول هنا بيك ايه؟ واتلاقي بالماوس عادي يعني. تعالي هنا اهو كده وزودي هنا الدوبليكيت سايت. هتشوف حاجه؟ انت ما عملتيش حاجه غير ان انت عملتي ايه تكرار ليه. بس برضك مش هي دي القصه. القصه لو انا رحت هنا زودت الفيرتكس وعملتها كده. تمشي الشجره؟ نمشي. على فكره احنا مش هنصنع شجره طبعا، ان شاء الله ما تصنعت، انا كده كده هتبقى مكتبه كبيره. هي مش ممكن تضرب الفايل ولا حاجه؟ تضرب اللابتوب. مين دي اللي تضرب اللابتوب؟ الشجره دي فيرتكس. بص الفرح ده كله فيه كام فيرتكس؟ ايه ده؟ ده 480 تمام؟ وصلت؟ ما شاء الله.
بين بس كده بصي بين اهو وهاجي هنا كده احط بشكل كذا او حتى هجيب سفير مثلا اهي صناعه دي وهاجي هنا دوبليكيت كومباوند سكاتر دوبليكيت بيك اهي وممكن اغير البيفوت كمان خلي بالك عشان تبقى ظاهره كلها واروح مكرر بقت عامل زي البابل زي تعالي هنا اهو من عند فيرتكس ازود الخيمه بتاعتها بص تمشي لاندسكيب تمشي بس طبعا احنا هنصمم لاندسكيب ان شاء الله ما اتعمل انا كده كده هديكوا برضك المكتبه جاهزه على فكره ما حدش قال لي فيكم ان انا هرفع لكم المكتبه ازاي هتفضل محاضره ورا محاضره تخلص ومش هو هي مشكله انها كبيره قوي فاحنا مش هنقسم عشرينات زي ما كان حد قال هنا طب الوي ترانسفير بياخد اكبر كبيره كام 20 حد قال ان هو 20 انا مش عارفه بس هو تقريبا 20 جيجا طب حد بس يدعبس ان الدنيا بتتفرق النهارده المحاضره الثامنه فتقريبا كده فاضل لنا تقريبا 12 مره هم كتير اه بس لو هم 20 ممكن ننزلهم على درايف اتليست الدرايف بيفضل الحاجه محطوط عليه لا قولي هم 100 انا ما عنديش مانع ممكن نعمل ممكن نعمل درايف احسن فعلا طب قولي يعني بس هيتقسموا 20 في 20 في 20 ابعتوا لي بس الخطوات حتى على الواتساب يعني اعمل كذا 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 وانا هعمل ماشي خلاص دي وصلت كده فيها مشكله لا تمام طيب جربوها دي ورجعوا النويز اللي احنا جينا خدناها فدي كانت بتعمل لي شكل غير منتظم او شكل منتظم بس بايه بابعاد معينه انا هاجي عندي على السفير وهاجي اخد منها النويز اهي وهاجي هنا اخلي السكيل صغير وهاجي هلعب فين في القيم بتاعتها عشان تدي لي نويز في الشكل شايفه سواء كانت على العمود سواء كانت على السلندر سواء كانت على اي نويز جوه ايديت بولي هتلاقي في عندك ان هو امر اللي هو بينحت الشكل لو انا جيت هنا على ايديت بولي في اخر عنوان فيها من تحت اللي هو امر اسمه ايه بين تحتيها بوش بول يعني انت بتدوسي كده بص كده بيبرز الجزء اللي بتتحركي فيها ازاي شايفها او لو انت جيتي خليتي القيمه بتاعتها بالماينس دي كده مثلا ماينس 25 بس اعتقد ان انا قلتها بكده يعني شايفها؟ اهي حتى مش باينه خالص اهي بصي ادي هنا بوش بول اهي لان انا خليتها بالماينس شايفها؟ طبعا الكلام ده لو انت حابه ان هو يكون سموث فانت تيجي ريلاكس وتبتدي تتعامل يعني اقصد وانا اللي بحدد الراديوس؟ اه طبعا انت عندك هنا اهو اللي هي الكراش سايز اهي والسترينث والقوه بتاعتها اهي خدت بالك وبعد كده الفاليو والافكت بتاعها قد ايه يبقى معنى كده انت عندك النويز بيديك عباره عن زجزاج او شكل بارز وغائر بس بشكل منتظم اما اديت بولي انت بتستخدمي وسيله النحت عشان تبتدي تنحتي عندك الكتله بتاعتك بس اعتقد ان احنا قلناها من فتره يعني يمكن خمس محاضرات كده ولا حاجه انتوا مش فاكرينها صح؟ لا طب حد يعملها طيب؟ جربوها كده طيب؟ ماشي يلا